ياسين جينكيز البلوجر اللي يكسب ثروته من كرشه، كرشه اللي بيصرف عليه وبهزة واحدة منه بياخد الملايين في 20 ثانية، ورغم ان وزنه اكتر من 100 كيلو وعنده 32 سنة بس، بقى من اهم الشخصيات التركية والعالمية في الدعاية والاعلان عن المطاعم والمنتجات. اكيد عرفت اننا بنتكلم عن البلوجر التركي الشهير ياسين جينكيز. ياسين وصل لمصر من كام يوم وبدأ زيارته بانه راح منطقة الاهرامات، وهناك نشر مقطع فيديو مصور ليه وهو بيرقص رقصته الشهيرة، وطبعا الفيديو تفاعل معاه كتير من متابعي جينكيز هنا في مصر. ومن يوم ما وصل مصر والشركات والمطاعم الكبيرة والبراندات والفنادق بيكلموه للنهار علشان يعمل لهم اعلان، وده كله وهو بيشغل اغنية ويهز عليها كرشه، ووراه بيكون اسم المطعم او الفندق او الشركة، وبالمقابل بياكل وبياخد فلوس. ياسين جينكيز يعتبر من اهم نجوم التيك توك، واشتهر بمقاطع الفيديو الخاصة بالرأس. بدأت شهرة ياسين جينكيز في عام 2021 بنشر مقاطع الفيديو على تطبيق التيك توك، واعتمد على ترقيص كرشه، وبمرور الوقت بقى جينكيز عنده ملايين المتابعين. ده غير انه كل يوم بيسافر من بلد لبلد تانية مع كتير من البلوجرز حوالين العالم. حقق ياسين جينكيز شهرة كبيرة، ووصل عدد متابعينه على التيك توك أكتر من 14 مليون متابع، وبتعتبر الفيديوهات دي مصدر رزقه الأول. ففي الوقت اللي انت بتشتغل فيه يجي 8 ساعات يوميا ويمكن اكتر كمان، الشاب التركي ياسين جينكيز بيصور نفسه وهو بيهز كرشه كل يوم لمدة 20 ثانية، وعنده 14 مليون متابع على الانستجرام، وبيكسب ملايين الدولارات والجنيهات لما بيجيله دعوة لافتتاح فندق ومحلات تجارية او تقييم للأكل. ياسين جينكيز ما كانش لوحده اللي اعتمد على رزقه من هز كرشه، كمان البلوجر الألماني نوير روبنسون، ده واحد هز شعره بدل كرشه وابتكر فكرة ورا صندوق وبقى مصدر أكل عيشه من الفيديوهات وهز شعره. بالمناسبة متابعين البلوجرز دول لما بيشوفوا الفيديوهات دي بيتشجعوا انهم يجوا مصر. اتعرف ياسين اكتر بالفيديوهات اللي كانت مع الشيف التركي بوراك وفنانين ومشاهير في عالم الرياضة، لكن لما حصل زلزال تركيا شهرته زادت اكتر من بعد ما اتقال انه مات في الزلزال، لكن جينكيز نفى الإشاعة دي وحاليا بيلف العالم للإعلان عن المطاعم والمنتجات والفنادق. يا ترى انت بقى من متابعين ياسين جينكيز؟ قول لنا رأيك في التعليقات.